السلام عليكم متابعي إيران بالعربية الكرام. نزور وإياكم اليوم أحد المعالم الدينية البارزة والمعالم السياحية في مدينة كرج، والذي يعود تاريخه إلى العصر الصفوي، وهو مزار الإمام زاد الطاهر عليه السلام. يعود نسب الإمام زاد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويقام في مزاره صلاة عيد الفطر ودروس القرآن والإحياءات والاحتفالات، خاصة ليلة النصف من شعبان. تبلغ مساحة المزار أكثر من 6 هكتارات، وتم هدم المبنى القديم بسبب تضرر حالته العمرانية، ليحل مكانه هذا البناء الذي تعتليه مئذنتان تتوسطهما قبة فيروزية، كما يحوي المكان على مساحات خضراء واسعة، وحديقة للأطفال، وموقف للسيارات، وبحيرات مائية جميلة. ولمكانة هذا الإمام الجليل، اختيرت أرضه ليوار فيها عدد كبير من العلماء والأدباء والشخصيات المعروفة على مر السنين. وفي داخل المزار تتراءى لك لوحات فنية على الجدران، وفي وسطها القبر الشريف الذي يقيم سكان المنطقة صلاة الجماعة إلى جواره، وتتهافت إليه قلوب المحبين من كل حدب وصوب في البلاد.